يقول السائل: في بلادنا نصلي الصبح قبل الوقت، أي قبل الغلس، فهل نصلي معهم ولا نعيد، أم نصلي معهم ثم نعيد الصلاة؟ لا، صلاة الفجر الأفضل أن تصلى بغلس، الأفضل أن تصلى صلاة الفجر بغلس بعد طلوع الفجر. إذا طلع الفجر حلت الصلاة، والتبكير بها أفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة والصحابة لا يعرف بعضهم بعضا من الظلام، ولا ينصرف من الصلاة إلا حين يعرف الرجل جليسه، لأنه كان يطيل الصلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، طيل القراءة ويطيل الصلاة، فيدخل فيها مبكرا في أول الصباح، ويستمر فيها حتى لا ينصرف منها إلا وقد اتضح ضوء النهار وصار الرجل يعرف جليسه. فالتبكير بها بعد دخول الوقت أفضل من التأخير. نعم.